سلام بنات ودراري، كيف داري؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كنشكركم على اللايكات اللي كتخليو ليا، على الكومنتات اللي كتخليو ليا، كنشكركم بزاف بزاف. اليوم البنات غادي نشارك معكم الفقاس باللوز والزبيب، كيجي البنات هائل من اول استعمال، غادي نجح معكم. تبعوا معايا البنات الفيديو حتى الاخر ولا تنساو ليا اللايك في هذا الفيديو. بسم الله، اول حاجه غادي نخدمو نفس الوقت، غادي نقول لكم الطريقه ديال هذا الفقاس. غادي نحتاج واحد رشه ديال الملحه، وغادي نحتاج واحد خمسه ديال الحبات ديال البيض، والابيض ديال البيض والصفر غادي نخليو ليه الدهن. وغادي نحتاجو كاس ديال الزيت، وغادي نحتاجو نص كاس ديال السنيده، وسنيده كتجي على حسب الذوق. نخلط بين البيض والزيت والسنيده مزيان، بعد غادي نضيفو ابيض البيض. خلطنا البيض، غادي نضيفو دابا نص كاس ديال الجنجلان، وغادي نضيفو نص كاس ديال الزبيب اولا العنب مجفف. غادي نضيفو معلقة ديال النافع، ومعلقة ديال حب حلاوة، معلقة صغار، وغادي نضيفو واحد معلقة ديال المربى ديال المشمش. كتجي البنات هاد الطريقة ديال الفقاس كتجي هائلة. غادي نضيفو نص كاس ديال اللوز مقطع، نضيفو واحد ساشي ديال الفاني، البنات غادي نضيفو دابا الدقيق. الدقيق كيجي على حسب الخليط. العجينة البنات خاصها ما تكونش قاصحة وما تكونش مرخوفة. غادي نضيفو ليه واحد ساشي ديال الخميرة الوزن ديال 7 غرام. دابا البنات غادي نعشن ونتلاقاو ان شاء الله. بعد ملي جمعنا العجينه ديال الفقاس، غادي نقسمهم على 4 وغادي نشكلهم على شكل حرابل. وتما البنات خديت لاطات، درت ليه بابي كويسون، دهنت بشويه ديال الزيت نباتيه. غادي نكمل الكميه ديال الحرابل ديالنا ديال الفقاس ونتلاقاو ان شاء الله. بعد ملي شكلنا دابا الفقاس ديالنا حرابل، غادي ناخدو دابا صفر ديال البيض وشويه ديال الحليب والقهوه سريع ذوبان. دابا غادي ندهنو بهم الواجهه ديال الفقاس ونتلاقاو ان شاء الله. البنات من بعد ملي زيناهم بصفر ديال البيض، غادي ناخذو دابا الفرشيط، غادي نديرهم على شكل خطوط، وغادي ندخلهم دابا الفران ونتلاقاو ان شاء الله. البنات من بعد ملي خرجنا الفقاس ديالنا من الفران، كيجي البنات هائل وكيجي لكم ناجح 100% من اول استعمال. هنا البنات غادي ناخذ واحد الفوطه بزقناها بالماء ونشفناها مزيان، وغادي نغطيو ليها الواجهه ديال الفقاس، وغادي نخليهم واحد المده ديال ساعه اولا ساعتين، عاد نتلاقاو ان شاء الله. من بعد ملي دازت ديك ساعتين، دابا غادي نقطعوا الفقاس على شكل مائل، وغادي ينجح لكم الفقاس ديالكم 100%. وراه ما كيضيعش لكم الفقاس نهائيا. دابا غادي نصطفوه في اللاطه، من بعد غادي ندخلو للفران باش يتحمر لينا، ومن بعد الى تحمر غادي نقلبوها في الجهه الثانيه تنكملو الكميه ديال الفقاس ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي.
البنات الشك نهائي ديال الفقس ديالنا ديال اليوم كيجي البنات ناجح 100% من اول استعمال، ما كيضيعش ليكم نهائيا. هذا هو الشك النهائي. كنشكركم سوا البنات سوا الدراري كاين في القناه ديالتي، كنشكركم على الكومنتات اللي كتخليو ليا وعلى اللايكات اللي كتخليو ليا، كنشكركم بزاف بزاف. ان شاء الله حتى فيديو اخر تهلاو ليا فيوسكم. يلا بالسلام عليكم.